السياسة عقود من المقايضة والتخيير بين الأمر والمر. توانسة عايشوهم من المرار، كل ما يجيهم رئيس يعمل لهم نفس الفازة هذه. بورقيبة قال يطريد ويرجع لكم الجمل، بن علي قال يطريد ويجيكم الإرهاب، الخوانجي قال يطريد ويجيكم الدكتاتورية، قيس سعيد يطريد ويجيكم الخوانجية. وعشرية من سوء التسيير وسقوط الحر. أفضل حكومة جاءت بعد الثورة يحكم محمد الجبادي، والله مش بكل نرجسية تفخر. لا بدون نرجسية. عقود وعشرية بل هو تاريخ من التخدير المر والتسيير الأمر، هو تاريخ بلاد عاش مواطنوها تحت التخدير. العام يمر وراء العام ونحن في غرف التخدير لنا. ظنوا كما ظننا ذات 14 جانفي أو حتى ذات 25 جويليا. تذكر أيضا ذلك الشاب يوم 14 جانفي كيف أطلق العصفور من ذلك القفص، يعني الصورة التاريخية. الشعب التونسي لن يعود أبدا إلى القفص. لم يعد العصفور ربما إلى ذات القفص، بل شيد قفص أكبر حبسنا داخله فخدرنا ونومنا وحولنا إلى مواطني تجارب. لم يحترموننا يوما ولم يعطوا لآرائنا قيمة ولا لمواقفنا بالا ولا لإرادتنا اهتماما، ولا نفيق من التخدير والتنويم إلا على أمر جلل لا يحدث في هذه البلد السعيدة إلا من باب الصدفة بعد منتصف الليل، فيتزعزع خاطرنا أكيد كنا سهرين طبعا من الأرق والتخمام، ونصدم صباحا بالخبر كما حدث مع عبير موسي. أنا إذا كان يهزني النوم العشرة متاع الليل ما نضمنش الصباح، نصبح الصباح يلقى روحي طلق ثم طلق ثم طلق. شنو يا خويا شبيك لاباس؟ يقول لي ليه خرج لنا السيد مرسوم البارح نصلي له نص، قال لنا ما عادش تشيل المحكمة باش تطلقوا، حكم بأمر يحب يسهل. خلينا طلق ثم طلق، هاك انت ذاك طلق ذاك. شنو المانع؟ شنو المانع؟ قول لي كاريكاتور، ما يصيرش كاريكاتور، باكو كاريكاتور احنا نجمو نحركوا الناس. هو ليس كاريكاتور بل مهازل، مثلها مثل كل شيء في هذه البلاد التي يطيب فيها العيش، ولكن مواطنوها على قيد الحياة لا غير. مواطنوها ما يعجبهم شيء ولا يمانعوا في حل حد شيء من أجل الحل لا غير. فالبرلمان عندهم مهازل، والحكومات مهازل، والهيئة الوقتية المراقبة الدستورية القوانين مهازل، والمجلس على القضاء مهازل، وهيئة الإعلام وإعلام العار عاد ما قال حد الحد مهازل مهازل مهازل. كهو ذو فقط يتحلوا للجمدو؟ لا عاد، راجع الفصل الثامن من الأمر 117 وتعرف قيمة الهدم من ستشمل. أمل نبقى في الشانتي الحالي بعد ما كنت أعلنت عنه، من أن المجلس الأعلى للقضاء قد تم حله. وهنا أريد أن أطمئنه الجميع في تونس وخارج تونس أنني لن أتدخل في القضاء أبدا، ولم يقع اللجوء إلى الحل إلا لأنه صار ضرورة. المهم أن سيادته أكد مرة أخرى البارح وقت استقبل وزيرة الدولة، عفوا رئيس الحكومة، اللي قالوا وقت مشى وزارة الداخلية، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة. وكانت تذكروا البارح جابوا يوسف بوزاخر رئيس المجلس، ومناش باش نكونوا في عداد الماضي. ومن الاخر من الاخر قال القاضي السابق أحمد الصواب، وزولي خلنا نعطيك من الاخر في الاخر، راهو ما خافش من بن علي، أنا جمش خوف القبض صحيح، الخوف القضاء خاصة للطليعة نتاعها اللي تم استخدام القضاء، راهو سيكون نزالا شديدا وعويصا وطويلا، وموش كان من القضاء تبارك. أما الحق في المقابل سيادته أعطاه معلومة صحيحة، العام يمر وراء العام ونحن في غرف التخدير لنا، مخدرات بالقوانين، مخدرات بالوعود الكاذبة، مخدرات بالأقراص، كما كانت المخدرات بالتكرور أيضا وبالنصوص القانونية. أما يظهر لي من الحاجات اللي تذكروا فما أنواع أخرى متاع تخدير وتنويم. وأعلم أن الشعب إذا أراد سيحقق ما يريد. السياسة.